هنتكلم عن ايه يا كريم؟ هنبدا نتكلم عن ايه النهارده؟ نتكلم نبدا مع احمد ونتكلم على نقاط القوه في عايزني معاك ولا اسيبك؟ اتفضل طبعا. لا والله تنور تعالى. ماشي تمام. اول لا وانت تقومني ماشي يا سيدي. اول حاجه هنتكلم على طبعا السيناريو ايه اللي معين الشعباني ممكن يفكر فيه ازاي يواجه النادي الاهلي، بمعنى في طريقه اللعب. طريقه اللعب اوكي. التشكيل هنستعرض التشكيل، في احتمال كبير جدا حضرتك تذكر هذا الكلام ان هو يبدا بثلاثه في خط الدفاع، ثلاثه في خط الدفاع الطريقه اللي لعب بيها بيتسو موسيماني هناك، يعني قريبه منها، قريبه منها اللي هو اربعه، بدل هم دايما طريقه الترجي 4-3-3 4-1-4-1 اللي هو في سوني كولوبالي ارتكاز وحيد، احتمال كبير جدا يبدا بثلاثه مدافعين. هنستعرض التشكيله الاول، طبعا في سيناريوهين، السيناريو الاولاني زي ما قلنا احتمال يلعب بثلاثه ورا، المعز بن شرفيه في حراسه المرمى، عبد القادر بدران وخليل شمام هيدخل، ده ما لعبش في المباراه اللي فاتت بنسبه كبيره، هيدخل حتى لو لعبوا باثنين ورا هيبقى هو موجود مكان محمد علي اليعقوبي. محمد علي اليعقوبي لو بدا ناحيه اليمين او حمدي النجاز يخش كارتكاز مساك ثالث يعني، ويلعب بسامح الدربالي باك يمين. اوكي. يبقى سامح الدربالي والياس شتي على الاطراف، يعني الطريقه هتبقى 5-4-1. اوكي. 5-4-1، 5 او ممكن نشوفها 3-4-2-1 مثلا. تمام؟ لكن المهم ان هي ثلاثي في خط الدفاع، حمدي النجاز لو دخل مساك ثالث وسامح الدربالي والياس شتي. الاثنين الارتكاز ربما ما يبداش ببوفوسيني كولوبالي، بعد المباراه اللي فاتت احتمال يخش محمد علي بن رمضان وعبد الرؤوف بن غيس. أوكي. الاثنين لو لعب بالطريقه دي هيبقى محمد علي بن رمضان وعبد الرؤوف بن غيس، وقدام انيس البدري وحمد الهوني، واحتمال خالد عبد الباسط او ويليام توجي زي ما شفنا في المباراه الشوط الثاني، في المباراه السابقه في الشوط الثاني هو سحب خالد عبد الباسط ودفع ويليام توجي اللي هو جناح كمهاجم. فدي ده الاحتمال الاول. ليه الاحتمال الاول؟ لانه كان عنده مشكله طبعا واضحه جدا في منطقه الزون 14 اللي هي ورا الارتكاز، فهو هيبدا بكده. لازم احنا نكون عاملين حسابنا لما نقابل، لما هو ما نتفاجئش ان هو احتمال كبير ان هو يبدا بثلاثه مساكين. تاني مره تانيه محمد بن يعقوب، عبد القادر بدران، خليل شمام، حمدي نقاز باك يمين، والياس شت باك شمال، صح كده؟ دول الخماسي اللي من الخماسي اللي ورا، او يشيل محمد علي اليعقوبي ويدخل حمدي النجاز ويلعب بسامح الدربالي، سامح الدربالي باك يمين. تمام. هنا الاثنين الارتكاز فوسيني كولوبالي ومحمد علي بن رمضان، او عبد الرؤوف بن غيس ومحمد علي بن رمضان. أوكي. وانيس البدري بنسبه 99% الاثنين دول هيبقوا الاجنحه، انيس البدري وحمد الهوني، مش هيستغنى عن انيس هو البدري. انيس ما بداش ما بداش. أوكي. لكن هو بنسبه كبيره هيبدا مباراه القاهره انيس البدري وحمد الهوني، وقدام الاحتمال يا اما خالد عبد الباسط يا اما ويليام توجي. طيب هاتوا لنا التشكيل الثاني لو سمحتوا، اتفضل. التشكيل الثاني اللي هو لو بدأ بنفس طريقته اللي هي 4-1-4-1 او 4-3-3 اللي هي عبد القادر بدران وخليل شمام، طبعا دخل مكان مين؟ مكان محمد علي اليعقوبي كمساك ثاني. الباك اليمين حمدي النجاز والياس شتي زي ما هم، فوسيني كولوبالي، جيلان الشعلالي لسه النهارده جاي لي معلومه ان هو مش هيسافر لانه مصاب، يعني كان احتمال ان هو يدخل بس هو لسه مصاب، وده كان هيفرق معاهم كتير لانه عنده خبره كبيره جدا جيلان الشعلالي لعيب الارتكاز. محمد علي بن رمضان الارتكاز الثاني، هيبقى طبعا مكان جيلاني الشعلالي عبد الرؤوف بن غيث زي ما هي، ويليام توجي او انيس البدري زي ما قلنا، لان بنسبه كبيره هيبقى انيس البدري وحمد الهوني، واحتمال اللي يبدا ويليام توجي برضه، يعني الثلاثه اللي قدام بنسبه كبيره جدا انيس البدري حمد الهوني ويليام توجي. اوكي. ده ليه؟ لان انيس البدري الراجل بيعتمد على الخبرات اكتر، حمد الهوني طبعا لعيب مميز جدا ويعني واحد من افضل اللاعبين، وشفنا اكرم توفيق الحمد لله يعني نجح في ايقافه بنسبه كبيره، وقدام ويليام توجي لان خالد عبد الباسط يعني كان سيء جدا في مباراه الذهاب. ده السيناريوهين اللي احتمال يكونوا موجودين يعني في التشكيل.